السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، اليوم نجمنا من نجوم الصحابة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ويكون ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهم جميعا. نجمنا حدثت له قصة مع إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه يحمل سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه بعض أهل قريش وأخبروه أن أخته فاطمة وزوجها صارا على دين محمد، فغير وجهته حتى أتى إليهما فوجد عندهما خباب بن الأرت يتلو آيات من سورة طه، فلما سألهما عن إسلامهما وقف له الصحابي الجليل موضوع حلقتنا لهذا اليوم وزوجته فاطمة مدافعين عن الحق الذي جاء به الإسلام، فضربهما عمر بن الخطاب ضربا شديدا، فلحقت فاطمة بعمر ودفعته عن زوجها، فلطمها على وجهها حتى سال الدم منها، فغضبت وأعلنت أمامه أمر إسلامهما ناطقة بالشهادتين. فلما يئس عمر منهما وجد الصحيفة التي كانوا يتلون منها الآيات فطلبها، فأخبرته فاطمة بوجوب أن يتطهر قبل أن يلمسها، ففعل فأخذ يقرأ فيها حتى وصل قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، فأنار الله قلبه للإسلام ونطق الشهادتين، ففرح الصحابي الجليل وزوجته فاطمة بالخبر وأخبراه أنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك، إما أبو جهل بن هشام وإما عمر بن الخطاب. فسأل عمر عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بمكانه، فذهب ولم يكن يعلم أحد بعد بإسلامه، وأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: من هو هذا الصحابي الجليل؟ موضوع قصتنا لهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. يا نخبة الإيمان لله أسلمتم للواحد الديان والمصطفى الهادي كنتم له إخوان نور الهدى فيكم والدين والقرآن.